مرحبا، اهلا وسهلا بكم على قناتي. اليوم راح اجرب طور جديدة وياكم من ماركت فيكتور اند رولف. طبعا اشتريت هذا الست. هذا الست هو من ماركت فيكتور اند رولف بست انواع من الماجيك كولكشن. عندهم 8 عطور من ضمن هذا الماجيك كولكشن، بس هذا الست بس بستة منهم. فاليوم راح اجرب هذول الستة. طبعا جربتهم من قبل وحتى خليتهم علي وجربتهم علي، بس اليوم ردت انه افتح العلبة وياكم مرة ثانية واجربهم وياكم مرة ثانية واعطيكم شوية معلومات عليها اذا يهمكم تعرفون هذا الشيء. فهذا هو السيت، هذول هم العطور اللي يجون بهذا السيت. يجون بستة منهم: الدانسينج روزز، سباركلينج سيكريت، سيج سبيل، ديرتي تريك، ليكويد دايموندز، و لافندر كولوجن. وطبعا جبت هذول الكرتونات لحتى اجرب كل عطر على وحده، فما تخافون ما راح ارش على مثل الوحده، راح اجربهم كلهم من جديد وياكم حتى ما اتذكر ريحتهم، حتى لو اني جربت ريحتهم من قبل واعرف ريحتهم حتى جربتهم علي، بس ردت اجربهم وياكم. ما اعرف اذا تعرفون ماركت فيكتور اند رولف، بس اعتقد اكثر العالم يعرفوهم لانه عندهم عطرين كلش مشهورين. اول عطر هو عطر نسائي فلاور بام، وهو احد من مفضلاتي. طبعا هالفترة مدى استخدمه هالقد صلي، طبعا فترة طويلة بدأ أستخدم هذاك العطر لأن الكل هسه دا يستخدمه وين ما تروحون، وما يهمني هالقد إنه العطور اللي أحبهم هواية عالم يحبوهم ويستخدموهم، بس أوقات فعلا أريد أستخدم أشياء مميزة. وهذا العطر طبعا أول ما طلع وبلش ينشهر كنت أعشقه، كان الصراحة أحد يمكن حتى افضل عطر بالنسبة لي، واشتريته قبل حتى ما اشتري الكوكو مادمازيل. هسه ما مدى استخدمه هالقد، بس على كل حال اذا تعرفون الفلاور بام راح تعرفون منو فيكتور اند رولف. وهمين عندهم العطر الرجالي اللي همين كلش مشهور وهواي عالم يحبوه، هو السبايس بام. طبعا كلش احب هذاك العطر للرجال همين، شلون لحد هسه ما مدى يحبه فلحد هسه ما اشتراه. فهذا هو الست اللي راح اجربه وياكم اليوم ب6 عطور مثل ما قلت لكم، وقلت لكم اساميهم. هذا السيت طبعا اشتريته $135، بس اذا تشترون كل وحده، طبعا الحجم مال هذا العطر هو ترافل سايز، انه الحجم الصغير انه 9 ملليلتر، واذا تشترون كل وحده وحدها سعرها $34. وهم من يجيب حجم كبير، الحجم الكبير هو 75 ملليلتر وسعرها $145. فهذول هم اسعارهم، يجون بحجمين وعندهم هذا السيت ب6 منهم اذا تريدون تجربوهم. فانه اعتقد هذا السيت هو جود ديل لانه شويه ارخص من اذا اشتريت كل وحده لوحدها. راح ابلش باول وحده هنا اللي هي الدانسينج روزز. من اسم هذا العطر دانسينج روزز انه ريحته ريحه ورد. الصراحة ريحته هواية تشبه ريحة الورد الجوري همين، فكلش أحب هيجي عطور للصيف للربيع. ريحته منعشة بس همين ريحته كلش زهرية، وفعلا ريحته فواحة، كأنه من أشم هيجي عطور فعلا يذكرني أني بستان مليان زهور. فعلا أحب ريحة الورد والعطور الزهرية. أعرف هواية عالم همين ما يحبون بس عطور زهرية، بس أني شخصيا أحب هاي الريحة واحبها علي همين، فهذا العطر كلش حبيته. فمن اسمه هو من عائلة العطور الزهرية. والمكونات بهذا العطر طبعا اعتقد راح تعرفون انه بي ورد روز اسنس، وهمين بي تشيري. العطر الثاني اللي راح اجربه هو السباركلينج سيكريتس. هذا ريحته كلش طيبة همين. طبعا ريحة هذا العطر تذكرني ما اعرف اذا تتذكرون هذول الورود البيضة وبيها شوية اصفر من النص اللي بيهم عسل، يسوون عسل بهذول الورد. فلكن اذا تفتحون هذول الورود بيهم عسل، ما اعرف شنو نوع هذا الورد، بس تذكرني بريحة هذول الورود. اكيد بيها فواكه، دا اشتم ريحة الفواكه بيها همين. تقدرون تشتمون ريحة الفواكه بهذا العطر. نوع ريحة هذا العطر يقولون هو فريش، بس الصراحة ما أعتقد هالقد ريحته فريش. أشتم ريحة فواكه بي، فأعتقد ريحة نوع عائلته إنه مثل السويت حلو
وبالعادة هواية من العطور اللي بيهم فواكه ريحتهم هيجي حلوة، ف ريحته حلوة سكرية، ما أعتقد ريحته إنه فريش ومنعش. المكونات الرئيسية به هو اللايم، الليمون، زهرة البرتقال، والتونكا بين، أعتقد يسموها فول التونكا. هسه بعد ما قريت محتوياته أقدر أشم بالبرتقال والليمون. ريحته طبعا فعلا ريحة فواكه، فإذا ما تحبون ريحة الفواكه هذا العطر مو لكم، بس إذا تحبون ريحة فواكه أعتقد راح تحبون هذا العطر، لأنه ريحة الفواكه بيه كلش قوية. أنا شخصيا ما هالقد أحب أشياء بيهم ريحة فواكه، غالبا ما أحب أي شيء بيه فواكه، هواية منهم يكونون كلش قويين وريحتهم فعلا تدوخني. ما أعتقد هذا العطر إلي، ما أعتقد هذا العطر راح أشتري بعد ما أخلص من هذا الترابل سايز. العطر الثالث اللي راح أجربه هو سيج سبيل. طبعا ريحته تذكرني بعطر من كنت كلش صغيرة استخدمه، كانوا يبيعوه يمكن بعشر دينار ما اعرف، بس كنت انه هي هذول العلبات الصغيرة وانه بها مثل الطوبة وتفروها انه رولر مثل الطوبة وتخلوها عليكم، انه يذكرني بعطر قديم كلش هواية كنت استخدمه من انا صغيرة. ريحة هذا العطر ترابية ودية، انه تقدرون تشتمون خشب بي بس مو هواية. من قريت اسمه سيج سبيل عرفت انه راح تكون ريحته هيجي مثل الودية خشبية ترابية. فالمكونات الاساسية بهذا العطر هو اللافندر والحمضيات. العطر الرابع اللي راح اجربه هو الديرتي تريك. ريحته تشبه شوية عطر البرادا كاندي برادا، فعلا تذكرني بيه. طبعا ريحة هذا العطر كلش حلوة، وهمين من دا اشمها تذكرني بريحة القلم الجاف. من دا اشم ريحة قلم الجاف دا اقرا محتوياتها، واحد المحتويات الاساسية اللي بيه هو اتفاق الحبر، فعلا كلش دافي، احس راح فعلا يلوق للشتاء او الخريف. والمحتويات الاساسية بيه قزحية الجوهرة واتفاق الحبر، تقدرون تشمون الحبر بيه، انه فعلا ريحته مثل قلم ريحة الحبر الجاف. يمكن هذا العطر الديرتي تريك اقل شيء احبه من بين كل اللي جربتهم لحد هسه. ريحته كلش قوية والصراحة دوختني شوية، فهسه راح اجرب هذا الليكويد دايموندز. الصراحة كلش دا احب ريحة هذا العطر، ريحته منعشة، تذكرني بريحة غسول الملابس بس أحلى أكيد، مو راح تصير ريحتكم ريحة غسول الملابس من تخلوك، بس ريحته هي تذكرني. خلوني أقرأ محتوياته. فنوع عائلة هذا العطر يقولون هو فريش منعش، وفعلا تشتمون هذا بيه لأنه ريحته مثل ما قلت فعلا ذكرتني بريحة غسول الملابس. فالمحتويات الأساسية بهذا العطر هو اتفاق باقة الزهور واتفاق نظيف للغاية clean accord. الصراحة ما حبيتها هالقد. وآخر شيء راح أجربه بهذه العلبة هو lavender illusion. طبعا من اسمه تقدرون تشمون اللافندر بيه، تذكرني بالإسنشال أويل بالزيتات مال مساج واسترخاء، ريحة اللافندر كلش قوية بيه، دا أحس إنه فعلا يرخيني بس أشم ريحة هذا العطر. فالمحتويات الأساسية بهذا العطر هو اللافندر من اسمه تقدرون تعرفون هذا الشيء، والحمضيات تقدرون تشمون بيه حمضيات شوية. ريحته طيبة بس هم ريحته تذكرني بشمعة البيت، الشمع اللي بريحة، فما هالقد حبيت. فبعد ما جربتهم كلهم ومثل ما قلت لكم جربتهم علي، الصراحة العطر الوحيد اللي حبيته وفعلاً يخليني افكر انه يمكن اشتري بس همين يمكن لا، هو الدانسينج روزز. اول واحد جربته انه ريحته كلش زهرية فعلا، انه فريش فواحة انثوية، انه العطر الوحيد اللي حبيته. البقية ريحتهم طيبة وحلوة بس ريحتهم فعلا ماكو اي شيء مميز بيها. والصراحة حتى الدانسينج روزز عشان ما هواي عطور ريحتهم هيج، بس كلش حبيت ريحته. وهم خليت شون يجربهم كلهم ويختار افضل عطر هو حبه بهذا السيت، وهو هم حب الدانسينج روزز قبل حتى ما اني اقول له انه هذا اكثر عطر حبيته. فاعتقد هو هم يحب ريحة العطور الزهرية عليا، فكلش حبيت الدانسينج روزز. فاتمنى انه حبيتوا هذا الفيديو، شكرا هواي على مشاهدتكم. اذا حبيتوا هذا الفيديو ما تنسون تسوون لايك وتشتركون بقناتي اذا انتم مو مشتركين بالقناة، وراح اشوفكم بالفيديو الجاي. باي.